يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، أولى حلقات هذا البرنامج بعد شهر رمضان الكريم وبعد عيد الفطر المبارك. كل سنة وحضراتكم دايما بخير وصحة وسلامة، بالتالي عندنا حلقات متتالية غاية في الأهمية، خصوصا في ظل هذه الفترة الهامة والحساسة جدا بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم تحديدا بالنادي الأهلي، في إطار المنافسة القوية جدا جدا اللي موجودة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكلام هيكون كتير قوي قوي بالتحديد في الجانب ده على مدار فقرات الحلقة المختلفة. لكن مهم قوي كمان بخلاف الأخبار العالمية والمحلية اللي هتكون معانا كما هو المعتاد، زي ما حضراتكم أكيد فاكرين قبل شهر رمضان الكريم حلقات كانت كتير فيها أخبار كتيرة وفقرات مختلفة، لكن مهم قوي أيضا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، والسؤال بيتعلق بمباراة اليوم الهامة جدا والمصيرية للغاية، هي مباراة الأهلي ووفاق الطيف في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبالتحديد مباراة الذهاب اللي هتكون على استاد الأهلي والسلام. توقعات حضراتكم للماتش إيه النهاردة؟ النتيجة هتكون كام؟ ومين يسجل الأهداف بالنسبة للنادي الأهلي بإذن الله تعالى؟ وكمان هيكون عندنا كواليس كتير هنتكلم فيها، وهناخد أكيد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة زي ما حضراتكم متعودين دايما. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي الليلة، الأهلي يواجه وفاق الصيف في نصف نهائي دوري الأبطال بالتوفيق إن شاء الله. وكمان الكابتن محمود الخطيب يستقبل سفير مصر بالجزائر. وأخيرا زادت عدد الجماهير في الدور الثاني بالدوري. طيب قبل ما نتكلم في الأهم النهاردة وهي كواليس ما قبل مباراة اليوم، عندنا كواليس كتير جدا ولقطات مهمة جدا من معسكر الفريق ومقر إقامة النادي الأهلي قبل مباراة اليوم اللي هتكون في تمام الساعة 9 مساء، لكن خليني أقول لحضراتكم أهم وأبرز المباريات في مختلف البطولات. بالتحديد خلينا نبتدي ببطولة مهمة قوي بالنسبة لنا كأهلاوية، وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا. النهاردة كانت المواجهة الثانية في دور نصف النهائي اللي هي مواجهة بيترو أتلتيكو والوداد، وكانت مباراة الذهاب بالتحديد في أنجولا. الوداد حسم التأهل للمباراة النهائية، حسم خلاص التأهل للمباراة النهائية بفوزه خارج ملعبه بنتيجة 3-1، نتيجة كبيرة تطمن جماهير الوداد. وخلاص يعني خلينا نقول إيه، بما إن الكرة يعني ما تقدرش تتوقع أو تجزم بنتيجة ما أو بتأهل فريق ما، لكن بنسبة 99% بدون مبالغة الوداد هو أول طرف في نهائي دوري أبطال أفريقيا. الناس راحوا اشتغلوا حسموا الأمور هناك بدري بدري، فمباراة الإياب بالنسبة لهم هتكون مريحة جدا. فدي كانت النتيجة بتاعة مباراة الذهاب في أنجولا، فبالتالي الوداد قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمباراة النهائية إن لم يكن تأهل يعني. المباراة الثانية هتكون مباراة الأهلي وفاق الطيف، مهم قوي إن شاء الله إن احنا نكون مركزين. المباراة طبعا الساعة 9 زي ما حضراتكم عارفين، نبقى مركزين، تواجد الجمهور مهم، الدعم والمساندة أيا كانت الظروف أيا كانت الآراء أيا كان كل المعطيات بتقول إيه، لكن مهم قوي إن احنا نكون مركزين في الماتش ده، ومهم قوي إن احنا إن شاء الله نعمل نتيجة مريحة قبل مباراة الإياب. حتى لو مش مريحة برضه احنا ورا الفرقة مساندين داعمين، زي ما شفنا كده الماتشين بتوع الرجاء كانت النتيجة هنا مش مريحة والمعطيات كلها غير يعني مبشرة، كسبنا 2-1 بس، رحنا هناك قدرنا إن احنا ناخد بطاقة التأهل ونتأهل لنصف النهائي. فبالتالي مباراة النهاردة مهمة جدا، لسه عندنا عليها كلام كتير قوي 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 على مدار فقرات الحلقة. ده فيما يتعلق بمباراتي اليوم في دوري ابطال افريقيا. خلينا نروح للدوري الانجليزي. النهارده في عدد من المباريات مع اقتراب انتهاء هذه المنافسه المثيره جدا في الحقيقه. فالنهارده تشيلسي بيلعب في هذه اللحظات، المباريات كلها ابتدت الساعه 4، تشيلسي مع ولفرهامبتون، مباراه مهمه قوي لتشيلسي تحت انظار الملاك الجدد لهذا النادي بعد رحيل ابراموفيتش وكل الكواليس اللي حضراتكم عارفينها. فبالتالي التعادل الشوط الاول في ستانفورد بريدج خلص بالتعادل السلبي بدون اهداف، ومباراه مهمه لتشيلسي لان ارسنال وتوتنهام قريبين، وهنا بنتكلم على ايه، المنافسه على المراكز الثالث والرابع تحديدا، لان خلاص مانشستر سيتي وليفربول حسموا الاول والثاني، يبقى ان في امال ليفربول ان هم ياخدوا الدوري، لكن هنشوف الامور هتمشي ازاي. فهي مباراه مهمه لتشيلسي بكل تاكيد.
كريستال بالاس متقدم على واتفورد بهدف مقابل لا شيء في الشوط الاول، والشوط الثاني بيبتدي في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكم. بيرنلي خسران على ملعبه في اطار المنافسه على البقاء في بطوله الدوري الانجليزي من استون فيلا بنتيجه 2-0، بتصعب الامور شويه على بيرنلي النتيجه دي. وايضا مباراه ابتدت في نفس التوقيت بمباراه برينتفورد مع ساوثهامبتون، برينتفورد متقدم بنتيجه 2-0 ايضا. لسه في ماتشين كمان النهارده في الدوري الانجليزي، برايتون مع مانشستر يونايتد على ملعب برايتون الساعه 6:30، مباراه مهمه لمانشستر يونايتد بكل تاكيد. والمباراه الاهم في الدوري الانجليزي النهارده هي مباراه ليفربول مع توتنهام الساعه 9:15. نتمنى كل التوفيق ليفربول طبعا عشان نجمنا المصري محمد صلاح والمنافسه مع مانشستر سيتي على الدوري الانجليزي، والفارق نقطه قبل مباراه اليوم بالنسبه لليفربول. طيب الدوري الاسباني النهارده في حوالي 5 ماتشات كده، ريال مايوركا خسر خلاص من غرناطه على ملعبه بنتيجه 6-2، اتلتيك بلباو بيلعب في هذه اللحظات مع فالنسيا التعادل السلبي بدون اهداف. الساعه 6:30 في ماتشين، سيلتا فيجو مع ديبورتيفو الافيز وكاديش مع اليتشي، والساعه 9 بالليل مباراه ريال بيتيس مع برشلونه. مباراة أيضا مهمة لبرشلونة عشان عايزين يوصلوا للمركز الثاني بعد ما خلاص ريال مدريد حسمت الليجا الدوري الأسباني بشكل رسمي في الجولة الماضية، وكمان وصلوا النهائي. فجماهير المرينجي اللي احنا منهم يعني مبسوطين وسعداء بشكل كبير جدا. طيب ده فيما يتعلق بأهم وأبرز المباريات النهاردة. هنروح لفاصل، بعد الفاصل كل الكواليس وكل الأخبار تتعلق بفرقتنا النهاردة قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة اليوم الهامة، هتكون معانا لحظة بلحظة بلقطات مصورة وكمان من خلال أخبار واستعدادات مختلفة بالنسبة للنادي الأهلي. بنتمنى له كل التوفيق في مباراة اليوم، بالتاني استنونا بعد الفاصل.